الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة إلى النمسا يبحث خلالها التعاون الثنائي ويشارك بالمنتدى الإفريقي الأوروبي. اشتباكات عنيفة وغارات جوية في الحديدة بغرب اليمن بعد هدنة الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمواصلة التصعيد العسكري في المدينة. انتقادات لقرار استراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعباس يزور الأردن اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل تأتيكم من القاهرة. يبدأ اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى العاصمة النمساوية فيينا، يبحث خلالها مع مستشاري النمسا سبستيان كريتس سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما يشارك الرئيس السيسي خلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام أعمال وفعاليات المنتدى رفيع المستوى بين أوروبا وإفريقيا. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة الكلية الحربية، حيث التقى طلبة الكلية أثناء تأديتهم تدريباتهم الصباحية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمنطقة الجبل الأصفر في القليوبية أن التعامل مع ملف قوائم انتظار المرضى مستمر خلال 3 سنوات القادمة. من بقاع التنمية والتطوير من منطقة الجبل الأصفر بالخنكة بمحافظة القليوبية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من مشروعات المياه والإسكان الاجتماعي، فبتكلفة بلغت نحو 3 مليارات جنيه افتتح الرئيس السيسي توسعات المرحلة الثانية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تعد الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط، بطاقة 500,000 متر مكعب يوميا لخدمة 2.5 مليون مواطن من سكان إقليم القاهرة الكبرى، والتي تأتي من بين المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. احنا النهاردة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 أنجزنا أكثر من 8000 أو وصلنا بالضبط 8278 مشروع حجم استثماراتهم 1.6 تريليون جنيه مصري. هذه المشروعات لولا أنها نفذت في هذه الفترة مع ملايين الفرص العمل اللي اتخلقت ليها، أعتقد كنا يعني لولا هذه المشروعات هي دي اللي خلتنا أن احنا النهاردة الحمد لله الاقتصاد المصري ومستوى جودة الحياة للمواطن المصري بيشعر بفرق كبير جدا. تم تكليف الهيئة الأنسية للقوات المسلحة بدراسة وتنفيذ عدد 56 محطة معالجة وتحلية المياه بطاقة إجمالية 3,145,000,000 متر مكعب سنويا بنهاية عام 2020، منها عدد 2 محطة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقة إجمالية 2.2 مليار متر مكعب سنويا، لتوفير مياه الري اللازمة لاستكمال زراعة 400,000 فدان شرق القناة، وعدد 54 محطة تحلية لإنتاج مياه الشرب بطاقة إجمالية حوالي 1,000,000 متر مكعب سنويا. وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قدمت عرضا حول جهود الوزارة فيما يتعلق بالمشروع القومي للقضاء على فيروس سي والانتهاء من قوائم الانتظار، ومبادرة الرئيس بالكشف عن الأمراض غير السارية. والمبادرة ديت لها كثير من الأبعاد والأهمية، منها تقليل العبء الاقتصادي لهذه الأمراض ورسم سياسات صحية مبنية على الدليل العلمي
بخلاف ان احنا نعمل سياسات صحية من وجهة نظرنا، احنا بالمبادرة دي هنقدر نحدد اماكن اللي فيها عبء مرضي محدد في كل قرية وشياخة وكل نجع. الرئيس السيسي دعا الى تكاتف الاعلام ووزارات ومؤسسات الدولة لتوفير برنامج ضخم للتوعية الصحية، على رأسها التوعية بمخاطر السمنة، مؤكدا ان الدولة ستصبح بفضل حملة 100 مليون صحة الاقل عالميا في معدلات الإصابة بمرض فيروس سي. 11.7 من 10 مليون إنسان مصري من اللي عملنا لهم المسح لقيناهم عندهم مشكلة، بتختلف المشكلة من إنسان لآخر، وقد تجتمع الأمراض الثلاثة أو الأربعة حتى في إنسان واحد، مش كده يا دكتورة؟ صحيح. إحنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تدشنها الدولة، أكد الرئيس أن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي اهتمت بتطوير العشوائيات لإيواء 250 ألف أسرة، مطالبا بتوعية المواطنين بمخاطر البناء العشوائي. تقريبا كل المناطق الخطر اللي احنا بنتكلم فيها منظرها زي المنظر ده وقد يزيد، اللي بتعمل فيها اللي احنا قلنا قد نصل ل 250 أو 300 ألف وحدة سكنية. وأرجو أن الناس المصريين ينتبهوا للكلام اللي أنا بقول عليه ده. أنت بتدي للمواطن ده اللي كان قاعد في أمر أنت ما تتخيلوش وأكيد ما ترضاش بيه، بتدي له شقة من دي بعفشها. طب ده حد في العالم عمله غيرنا؟ لا والله ما حد عمله غيرنا. وعبر شبكة الفيديو كونفرنس افتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية، منها محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة وأكبر محطة لتحلية المياه في جنوب سيناء بمدينة الطور. كما شاهد الرئيس افتتاح بعض المشروعات القومية الأخرى في مجال الإسكان الاجتماعي، منها مشروع الإسكان بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا واحد، ومشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر وأبرديس بجنوب سيناء، ليؤكد الرئيس ضرورة بناء وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، ومن بينها القدرة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها في مجالات الصحة والإسكان والمياه. وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقد خلالها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تقع على مساحة 78 فدانا وتعمل بالكامل إلكترونيا من داخل غرفة التحكم المركزية. أهمية المشروع يا فندم بالإضافة للحفاظ على البيئة بمعالجة مياه الصرف الصحي، احنا حضرتك عندنا ثلاث نواتج من المشروع. في مياه معالجة طبقا للمواصفات العالمية بنحصل عليها من خط الحمأة، من خط المياه، وبالنسبة لخط الحمأة بنحصل على حمأة تستخدم كأحد مصادر الطاقة، وبنولد حضرتك غاز بنشغل بيه المولدات الكهربية بتغطي 60% من أحمال المحطة. كما تفقد الرئيس السيسي مشروع إسكان المحروسة واحد بمدينة السلام، واطلع على تجهيز إحدى الشقق السكنية بالمشروع. تعد خدمة الصحة والإسكان والمياه الجيدة أحد أهم مؤشرات تقدم المجتمعات وتحضرها، وركيزة أساسية من ركائز عملية التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار سعت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لرفع كفاءة هذه الخدمات المقدمة للتخفيف عن كاهل المواطنين واستشراف مستقبل أفضل يكون عماده بناء الإنسان المصري. على رشوان النيل. تفتتح وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم غدا بمدينة الغردقة فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم في نسخته الرابعة، التي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم والبحث العلمي، وعلى مدار يومين لربط علماء وخبراء مصر في الخارج بوطنهم الأم. من المقرر أن يشارك 30 عالما وخبيرا مصريا من علماء مصر في الخارج بمجال التعليم في فعاليات المؤتمر، حيث يخصص المؤتمر في نسخته الحالية لمناقشة التعليم في مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليم يساهم في بناء مواطن مصري متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية وكذلك الوسطية.
إلى الأوضاع في الأراضي اليمنية، حيث اندلعت اليوم اشتباكات عنيفة وغارات جوية في الحديدة بغرب اليمن بعد هدنة الأمم المتحدة. من جانبها اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بمواصلة تصعيدها العسكري بالمدينة بالرغم من التزاماتها بالانسحاب منها. في السياق ذاته أفادت مصادر أمنية وشهود عيان في صنعاء بأن ميليشيا الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة لضباط جهاز الاستخبارات والأمن القومي خلال الساعات الماضية. يبدأ اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، يلتقي خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كان الأردن قد أدان قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها أن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله السيد عبد الله. عبد الله رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو حركة فتح. مرحب بك سيد عبد الله. مرحبا، أهلا وسهلا بحضرتك سيد عبد الله. يعني نبدأ من القرار الأخير الذي اعترفت به أستراليا بالقدس عاصمة غربية لإسرائيل، وهذا ربما يتواكب مع الاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك البرازيل وغيرها من الدول. كيف نقيم هذه الخطوات التي تقوم بها الدول في ظل طبعا يعني عدم مواكبة ذلك للشرعية الدولية وخاصة بالمفاوضات الفلسطينية أيضا؟ ما في شك أنه في بعض الدول تخضع للضغط الأمريكي والانتفاقة للحركات الصهيونية في بلادها لمصالح ذاتية لها علاقة الانتخابات والأحزاب وغيره، لكن هذا الموقف هو مخالف للقانون الدولي، مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تعتبر أن القدس لها وضع خاص يجري التعامل معه وفق القانون الدولي ووفق قرارات مجلس الأمن، ولا يجوز التغيير في الوضع القائم في القدس من أي طرف كان، الطرف الأمريكي ولا الأسترالي ولا غيره. حتى الآن حقيقة صحيح أنه الموقف الأسترالي مختلف عن الموقف الأمريكي، يعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ولكن لا ينفذ هذا الاعتراف، لا يقوم بالاعتراف به، ويعتبر أنه القدس الغربية. والقدس الغربية أيضا إسرائيل، ما في دولة في العالم باستثناء الإدارة الأمريكية تعترف بأي حق للإسرائيل في مدينة القدس. هذه مدينة لها وضع خاص يحل وفق قرارات الأمن الدولي وفق القانون الدولي متعلق بهذا الأمر. طيب سيد عبد الله، أيضا القرار الأخير الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هل سيكون هناك تحرك دولي من قبلكم وذلك في إطار أيضا الزيارة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس للأردن، وعدم اعتراف الأردن بهذا القرار وكذلك المعارضة من قبل الأردن في حيال هذا القرار الأسترالي؟ هو جزء من أجندة الرئيس محمود عباس هذا الصباح في الأردن في عمان مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ولكن في قرارات سابقة، في قرار ثم عربية من عام 1980 تكرر في العام 1990 وتكرر أيضا في آخر قمة في طهران، كذلك هناك قرارات من القمة الإسلامية أنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن يقوم بذلك يجري التعامل معه كموقف معادي بإجراءات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية. الأمم المتحدة نفسها، مجلس الأمن الدولي في قراره 478 في العام 1980 رفض تغيير الوضع القانوني للقدس، وهناك بعض السفارات التي كانت انتقلت إلى القدس طلب منها العودة والخروج من القدس، وفعلا تم ذلك في العام 1980 باعتبار أنه لا يجوز تغيير الوضع القانوني السائد في القدس إلى حين حل هذه المشكلة حلا نهائيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق قرارات مجلس الأمن ووفق القانون. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل السيد عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية التشريعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو حركة فتح، شكرا جزيلا لحضرتك.
في ذات السياق أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية المحتلة عاصمة لإسرائيل يزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا القرار غير مسؤول ويشكل تدخلا سلبيا في المنطقة ومتطلبات السلام والعدالة. من الواضح أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اتخذ مثل هذا الموقف انطلاقا من مصلحة شخصية ضيقة لاعتبارات سياسية محلية، وليس من أجل الموقف الأساسي والدائم لأستراليا والشعب الأسترالي بأكمله. لذلك أدعوه لإعادة التفكير. السبيل الوحيد الذي يمكنهم من خلاله الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يكون في حالة وجود اتفاق بشأن الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. كما انتقد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقد أكد محمد أن القدس كانت دائما تابعة للفلسطينيين وأستراليا ليس لها الحق في تقسيم بلدة ليست تحت سيادتها. لدينا جدال حول شيء لم يدرك معظم الأستراليين أنه مشكلة. لقد كانت سقطة مهينة من قبل السيد سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي. لست متأكدا من أنه كان يعرف حقا ما يفعله عندما سارع بالإعلان عن نقل السفارة. أميل إلى الاعتقاد بأن الأمر كما لو كان نوعا من خطأ مبتدئين لقائد سيارة رئيس الوزراء، لكن الأمر أكثر خطورة من ذلك. مبعث خوفي هو أن السيد موريسون لم يكن مضطرا بعد للقيام بأي تنازل سياسي. مبعث خوفي أيضا هو أنه جعل أستراليا تبدو غبية على المسرح الدولي. الصراع في الشرق الأوسط قضية معقدة. كان هذا تصريح لزعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتون أن قرار بلاده بالاعتراف بالقدس الغربية المحتلة عاصمة لإسرائيل مع عدم نقل السفارة هناك كان سقطة مهينة في تاريخ البلاد. الإسرائيل وكذلك عدد من التقارير الدولية أفادت بأن هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة فلسطينية في مخيم الأمعري قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بزعم قيام أحد أفراد العائلة بقتل جندي إسرائيلي. استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة فلسطينية في مخيم الأمعري في الضفة الغربية المحتلة بزعم قيام أحد أفراد العائلة بقتل جندي إسرائيلي. مئات الجنود الإسرائيليين اقتحموا مخيم الأمعري الملاصق لمدينة رام الله وقاموا بقمع عشرات الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل المنزل قبل أن يقوموا بتفجير المنزل المكون من ثلاثة طوابق. يعني الحمد لله احنا بيتنا انهدم اول مرة وثاني مرة والحمد لله بناء وهي انهدم والحمد لله بإذن الله رغم نتنياهو وجيش نتنياهو بإذن الله رح نبني والحمد لله رب العالمين. حتى البيت فجروا مرتين وانفجر لأنه طلع منه أشبال وكانوا صغار وكبار طلع منه أبطال وشامخين رافعين رسل ورغم كل شيء والحمد لله رب العالمين هم يهدوا احنا بنبني. وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وهدم المنزل مطالبة المجتمع الدولي والدول بسرعة التحرك للجم هذا العدوان. واعتبرت الوزارة أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الشعب الفلسطيني. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية تأتي كحلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل هدم المنازل والإعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بسرعة التحرك للجم هذا العدوان. طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني من تركيا الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب في سوريا،
وذلك بعد تهديد أنقرة بشن هجوم جديد على مقاتلين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة. وأضافت موغريني أن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سوريا هي مصدر قلق للاتحاد، مشيرة إلى أن أي تحرك أحدي الجانب من شأنه أن يقوض جهود التحالف ضد داعش الذي دخل مرحلته الأخيرة. على صعيد الأوضاع الإنسانية في سوريا، قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن أكثر من 3800 مواطن سوري عادوا طوعية إلى بلادهم. تدفق بطيء لكنه مضطرد للاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم بعد أن فتح الأردن حدوده. فوفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عاد أكثر من 3800 شخص إلى سوريا طواعية، لكن ضعف التمويل قد يدفع المزيد من الآخرين للعودة إلى بلادهم. في بعض المخيمات كان بعض الشركاء يعانون من نقص التمويل في عام 2018، ما أدى إلى اضطرارنا إلى إعادة ترتيب أولويات الأنشطة. وبالطبع أحيانا ما يتم تفسير هذه الرسالة على أن هذه طريقة لدفع اللاجئين للعودة. وكان مخيم الأزرق للاجئين في الأردن هو المكان الذي وجد فيه العديد من الفارين من الحرب السورية مأوى لهم. أرقام الحكومة الأردنية وأرقامنا متقاربة إلى حد ما. كما تعلمون هناك العديد من السوريين الذين لم يسجلوا أنفسهم أبدا لدى المفوضية، لذلك فإننا نجحنا في التحقق من 3885 حالة. وتم بناء المخيم في منطقة صحراوية غرب منطقة الأزرق في عام 2014، ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 50,000 لاجئ. وتقدر الوكالة بأن أكثر من 57% من سكان المخيم هم من الأطفال، وأن هناك أكثر من 200 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وفقا لمسؤولين أردنيين، يعيش أكثر من 1,300,000 لاجئ سوري في الأردن منذ عام 2011. ويقول ممثل المفوضية إنه منذ عام 2016 وحتى يونيو الماضي تم تسجيل عودة حوالي 17,000 لاجئ إلى سوريا، داعيا الدول المانحة للحفاظ على تمويل اللاجئين في المجتمعات المضيفة من أجل مساعدة سوريا على النمو. عاد الهدوء إلى العاصمة الفرنسية باريس غدا مشاركة الآلاف في مسيرات نظمتها حركة السترات الصفراء للأسبوع الخامس على التوالي. وقد شهدت المظاهرات تراجعا في عمل الشغب رغم تسجيل مواجهات متفرقة في جادة الشانزليزية الشهيرة، حيث حاولت قوات الأمن تفكيك مئات المتظاهرين وتفريقهم أيضا. مع تجدد احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا، تراجع مستوى التعبئة إلى نحو النصف في مختلف أرجاء البلاد، كما مرت الاحتجاجات دون تكرار لمشاهد العنف الأخيرة رغم تسجيل مواجهات محدودة في عدد من المدن. ونجحت قوات الأمن في إخلاء معظم الشوارع في العاصمة باريس من المتظاهرين بعدما اعتقلت أكثر من 100 محتج. كان وسط باريس قد شهد مشاحنات أطلقت معها شرطة مكافحة الشغب كميات من الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المحتجين بالشوارع الجانبية للشارع الشانزليزيه الشهير. وشكلت الاحتجاجات اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي طالبه محتجون بتقديم استقالته بعدما وجه نداء للعودة إلى الهدوء والنظام والعودة إلى الحياة الطبيعية للبلاد، بعدما أعلن الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية استجابة لمطالب المحتجين. وخلافا لما سجل في التحركات السابقة، جرت التجمعات عامة بهدوء رغم بعض المشاحنات. وفي مؤشر إلى تراجع التوتر، فتحت المعالم الأساسية في العاصمة مثل برج إيفل ومتحف اللوفر بعد غلقها الأسبوع الماضي، وكذلك المتاجر الكبرى مع اقتراب أعياد الميلاد. أجواء يشوبها الحذر، فهي قد تكون بداية لتراجع حدة الاحتجاجات، أو قد تكون مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس خلال فترة أعياد الميلاد.
عودة من جديد إلى الشأن المحلي وفي منطقة سقارة، أعلن دكتور خالد العناني وزير الآثار نجاح البعثة الأثرية المصرية اكتشاف مقبرة لأحد كبار موظفي القصور الملكية يرجع تاريخها لأكثر من 4000 عام. نتابع. مقبرة تعود إلى عصر الأسرة الخامسة بمنطقة سقارة، تم الكشف عن تفاصيلها، وهي لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك نفر إير كارا ويدعى واحتي. المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وجدرانها مزينة بنقوش ملونة تصور صاحبها وأمه وعائلته. المقبرة دي بتمتاز بألوان في حالة استثنائية، ألوان فعلا حلوة جدا، فيها حنيات، فيها عدد كبير من التمثيل للمتوفى صاحب المقبرة وأسرته، وفيها مناظر حالة يومية. العمل لم ينتهي بعد لأن لسه هناك أبار، والأبار دي لسه هنكمل شغل فيها إن شاء الله، ربنا يقدرنا. حضرتك شفت النهاردة عدد السفراء، النهاردة يعني سفراء أمريكا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، كازاخستان، طاجكستان، فنلندا، الأردن، أكتر من 23-24 دولة موجودين معنا النهاردة غير المنظمات الدولية. ودي قوة الأثار، إن هي بتقدر تجذب العالم كله وتحسن الصورة الذهنية. المقبرة عبارة عن صالة مستطيلة يبلغ طولها حوالي 10 أمتار من الشمال إلى الجنوب، وعرضها 3 أمتار من الشرق إلى الغرب، بالإضافة إلى حجرة السرداب في نهاية المقبرة. مقبرة بنتكلم على دولة قديمة، بنتكلم على 4400 سنة. واحد. اتنين، بنتكلم على مقبرة لم تمس ولم تسرق. اتنين، بنتكلم على مقبرة فيها مستويين من النقوش والتماثيل المنحوتة في الصخر. المستوى اللي فوق فيه 18 نيشة ب24 تمثال، والمستوى اللي تحت فيه 26 نيشة ب31 تمثال. المقبرة تقع ضمن جبانة الحيوانات المقدسة، حيث تحتوي على 5 آبار للدفن لم يتم الكشف عنهم حتى الآن. كشف أثري جديد تختتم به وزارة الآثار عام 2018، لكن أهم ما يميز هذا الكشف الفترة القصيرة للإعلان عنه منذ بدء العمل في هذا المكان في شهر نوفمبر الماضي، وما زال العمل مستمرا حتى الآن للكشف عن المزيد من الأسرار. من منطقة السقارة الأثرية، أشرف مبارك، النيل. في الختام دائما أذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة إلى النمسا يبحث خلالها التعاون الثنائي ويشارك بالمنتدى الأفريقي الأوروبي. اشتباكات عنيفة وغارات جوية في الحديدة بغرب اليمن بعد هدنة في الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمواصلة التصعيد العسكري. انتقادات لقرار استراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعباس يزور الأردن اليوم لبحث الاعتداءات الإسرائيلية. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.